صور صور ها فارنا نمنا الأرض صح عشان هنخيرك على ما يوجف. الله يغير. أنا ما نمتش خالص. شيل درجات يعني. والله شخيرك يهز كل مكان. بسم الله. من بكرة أوديك دكتور. ما في دكتور للشخير يا خالد. في. بقسم إيه ده؟ صبحكم الله بالخير. ضروري أبوي أوديه دكتور. ضروري على كل حال. الحجرة يدرات تترتي حرامي اليدرات ترتي من وكل ما وعيه في الليل أقول انجلب الطرف الثاني حط شيء على وجهك. لا أنا ما بسخرش أنت بتكذب. تايلاند بارك الله فيكم عاد هي أم الفواكه أم الفواكه في كل شيء ما شاء الله عليهم. وهذا ريوق اليوم تحيدون في مصر ريوق معروف تين برشومي وتين شوكي وعنب بناتي. في تايلند عادة شمروخ كامل عنب أسود وشمروخ كامل عنب أخضر ولمبوتان وكرز شوي وكرز ما شاء الله كبار كل واحد كام كبرها لكن ما بالشكر ريج يعني لكن حلو. تحيدون عادة أنا أبوي ما لقط الدورة من التين يوم ما شيتين طازة أخذها تين هذا الكبار هذا الحين بخبركم وين جايبنا هنا أنا شيء أكيد إنه شيء عندهم في السيان باراغون تين طازة غير ما بيغلي شرات تين لبنان وتين ناصر أبدا بس يوم كله من بد ولا من عذر أستعمل هذا التين هذا طال عماركم جايبين من أذربيجان في آخر سير هلنا تحيدون نحن تارين نتمشى خطف ابن عيسى بن عبد الجليل على محل كل مكسرات وتين مجفف وقلت له هبه وما قصر طال عمره خلني عاد هاويت انا مزرت كرتون ما شيء كبره يمكن 40 كيلو وزنه دبيت لي العينه عاد اي بلاد اسافر هذا عاد اشل ذخيره يعني ادخر به حقري وقول له شياته يعيبني يعني انا يكون ودي ولا شبه ودي استعمل الريوق البلاد هاي يا غير اغلب الاوقات ريوقي هذا المتعارف عليه. علي مش حتيجي تفطر؟ لا لا ده الفطار ده لا مش فطار بني ادمين الصبح ده فطار طيور وبغبغانات وانا عيان حرام زين انا فطرت خلاص الحمد لله اذا عاوز تفطري شويه كده وننزل اي مطعم في حي العرب فول وطعميه وبيت وزي ما بفطر كل يوم. علي رد كان استفسارك ايه؟ العربيات صوت العربيات ما بتزمرش يعني زي ما بتزمرش ما فيش كلاكسات علي في كل بلد ممنوع الزمار طاط 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 الهرندة ممنوع دوليا الا في الحالات القصوى خاصة في الاحياء السكنية والمستشفيات والوزارات هي فانت في مصر حالة غير يعني الحين على هالحالة ساعة وهم بوجر بتبص على ايه يا علي؟ حلو المنظر حلو المنظر شو تحت؟ ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما اسلم عليك صراحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسلمكم نازل اللوبي بس الفندق يا قوم صلاح ياسين تمشى ولقط ما شاء الله البنيات هاي ولقط ما شاء الله البنيات الفنانات هدى وميثة من الامارات عندهن ابوي مشروع خيري مال ركشة الامارات وين عاد بدايتكن؟ ان شاء الله بنبتدي من تايلاند، ماليزيا، سنغافوره، عمان، الامارات، تريونا بالركشة في دبي تابعونا ان شاء الله يلا ييسر اموركم ان شاء الله مشكور ما والله اني طير طيران صلاح شوي شوي عشان ما ننتج حق صلاح فيلم اسمه فيلم صلاح في تايلاند شو رايكم؟ صلاح وياوي على الفقارة طريقة ما تخيلونها أي شيء في جيبه يبي يظهر وجسمه صلوح الحين عاد نحن سايرين سيان باراغون وبايع حوثي نصها الخلوق بايع بايع وين تبغى تروح الحين؟ هذا شو هذا؟
هذا يبي يصير يسوي بدي كثير عند الكوره. انا مبرنا ودي في سيام سنتر شيء محل مال بديكير يسوون له شغل ويعيبه وحين سارين ان شاء الله. يوم بيعبد هذا السلم الكهربائي عفد عفده وحده في وحين يوم بيضها. الحين دخلنا صلاح ستاربكس الحين طالع صلاح شو يبه مخبرات شو تبى صلاح؟ قهوه وكوفي. شو تبي الحين؟ قهوة. قهوة؟ كوفي ولا قهوة؟ قهوة. ما تريد؟ ها؟ كوفي عشان كوفي ولا قهوة؟ لا كوفي. صلاح فل منرفز وزعلان زيادة عن اللزوم، كله من علي. علي خذ الكيكة مالت التشيز كيك. والحين صلاح مرة ما يتحاشى. ليش كل ليش تخليه ياكلها أنت كيكك؟ لا واحد كذا قال واحد. ثاني مرة شو بتسوي؟ واحد. زين. ليش واحد؟ واحد. نحن عادة يعني على حسب التصبيرة يعني قبل الغداء ناكل أي كيك ولا شيات. أنا أطلب هاي اللي بلية لس كالوري ما بلية فات يعني تكون. وتناصف أنا ويا شهاب الدريول والتشيز كيك بين صلاح وبين المصري علي. وصلاح الحين زعلان إن المصري كل زيادة أنا. الحين؟ لا. شو واحد؟ هي. هذا ولا. اثنين أنتوا هي بتقصها في النص. شيء زين حبيبي. هذا ولا. انتوا وين صرتوا من ساعة من الصبح؟ ستاربكس مقبول. يعني ثاني مرة اليوم ستاربكس تصيرون؟ الحين صلاح زعلان على دريول مالي ليش انك انت خبرتهم ان نحن كثرنا الصبح وكلنا لازم تخبرهم ان هاي الوجبة الأولى حينه. كم مرة صرت ستاربكس اليوم انت؟ اثنين. حبيبي تاكل بتسوي دبة بعدين ما بتروم تمشي؟ دبة. ها؟ دبة شو قال؟ شو قال؟ قال لك دب؟ دب بنت قول له. والله قليل أدب هذا. أدب. هذا دب نفسي. إيه عطاه طراق. ما شاء الله ستاربكس ما يشل من الوادم. لك حد وادم، حد يالس، حد حد يشل، حد يحط. يلا ادفع فلوس فلوس. وين انت؟ وين؟ يلا فلوس فلوس في البنك. واللي يلا قم عاده يلا قول لهم شكرا. ثانك يو صلاح. ليش تضرب علي يوم هو يمشي حرام؟ الحلوه. ليش تضرب عيد؟ الكاسه تسوي مسخره. ايه الحين صلاح هذا؟ إيه. صبغ؟ ما في. لا هذا بس يعني. سوي صبغ يعني؟ إيه. إن شاء الله. وبعد؟ بس هذا. هي كان ريمبر. يا أي ريمبر. زينة؟ إيه. تبغي هاي بأي وحدة تبغي تسوي لك ريولك؟ هاي بكبرها على المديرة. بالضفور قالوا لنا أبويها ما بقى صفوركم الحين نحن منزور المحل تعالوا لنا بعد نص ساعة. قلنا إن شاء الله. صلاح أبوي شاف المنظر هذا وتهلع قال الحين نتحط. يجي دلقون عزر إلا أبوي يلسوني تطعموني من هذا إن شاء الله طارق طيب يا صلوح. مقترح صلاح اللي توه هو اللي عاز منه عادة. مقترح صلاح شو عادة؟ نودلز. نودلز من السي فود مصنع وطحالب البحر ما أدري شو من كل شيء عادة فيه. ها الحين هبتدى عادة هو. يلا صلوحة بسم الله. قلت بسم الله صلاح حبيبي. قلت بسم الله. قلت بسم الله. متى قلت؟ ما كذبك بعد الاكل. الحين بعد الاكل نقول بسم الله. شوي 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 صلاح يا ويلك. طب هذا اللي طلبناه نحن اللي في سيام سنتر. سيام سنتر هذا اسم المطعم. طلب يعني ولا اروع رقم واحد من الاخر. لكن ضروري اللي بي المطعم اذا يحيد عمره ما يحب الاكل التايلندي ولا يحب النودلز لي لان هذا النودلز كله سي فود نودلز من اروع ما يكون حار على شوي ولذيذ وغاوي فنان. انا بعد قلت لهم حطوا اكسترا فلفل فيه زياده. صلاح هذا ها فرعون فيزر قبل الوادم كلها. هذا الارباب بعد لين يظهر بشراته.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ماشيين هالتفازيرة ابدا مش لبئ لك المكان. صلاح يا سيدي شدني من الصبح يبا يصبغون شعره ويسوون ريوله في آن واحد. صلاح شو تبغي؟ صبر كده ولا كده؟ كده؟ اكيد؟ مبسوط؟ الحمد لله. صلاح خلصوا ريولك الحين، تبي يديك ولا خلاص؟ بعد لسه؟ ان شاء الله حبيبي. حاضري. صلاح انا شو اقرب لك؟ اخوه سمسم ماما سمسم بابا؟ ايوه ثانك يو. صلاح شو اسم ماما؟ عوش سعيد. ايه عوش سعيد شو؟ بيسي. ما شاء الله عليك فنان انت. هذا في السيام سنتر مكان وايد فنان، يعني اخير عن هذا كله، اي لكن الاماكن اللي في الشوارع يعني مكان نظيف معجزات كلها معقمه. شو؟ يا سلام عذر عليهم لابوي يصبغون راسه. المصير ابوي بعد من شاف صراحه ابوي يصبغون راسه قال بعد اريد اصبغون لي راسي. ينال ان شاء الله. صلاح ابوي يكون جيناله اللون اللي وايد. علي هذا معرفة يمكن 15 او 12 سنه وياي مدرس عربي. ها علي مدرس لغه عربيه. شو الفصول اللي درسن علي؟ اي درس؟ الصفوف العليا الخامس والسادس في المرحله الابتدائيه. ابتدائي يعني خامس وسادس. يا عثرتهم هالطلع. ايش الاخبار علي؟ بعد التنظيف؟ خسيت. زي الدبله وسعت شالوا جلدي كثير قوي مش كثير. صدق جاي مضبوط؟ رقم واحد رقم اثنين؟ تو قول لي ما شاء الله عليك. الغريب يا علي؟ ستاتكم كلها شعرها ناعم حرير زين مش محتاج اي حاجه وعمرين ما لبسوا شوار وكاوي. صلاح اخترنا لابوي هذا اللون الاسود الفاتح يعني اللون الاسود الفاتح. الا هذا ابوي ما يدري بعمر الصفات اللي بنعمل. وكل ما بغينا نحن نسوي شيء قال ابغيكم تسوون لي شرط ما تسوون انتم. يوم شاف صلاح يسبق قال اريد بعد لكن عاد تحيدوني انا. بغيت اللي ادبه ادب يعني من يشوف حد يطلب شيء بغى شراته. الحين شاف صلاح يبغى لون بغى هو بعد. خبرت اقول علي شو اللون اللي تبغى؟ قال نفس اللون بتاع اخوك صلاح. عاد صلاح اسود وهذا ابوي حطينا لون ذهبي. الحين هو ما يدري. صلاح شو بعد صبحته؟ والله يقول لك لو درع نير شب جيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح تبني ابو سكيها هاي اللي سوت لك الصبغ بتاخذها؟ هاي صغيره عادي ما بهين دارك. ها؟ ها؟ شو؟ هاي هاي احب حكاية جديد اليوم بيعمل اعلان عافية بتاع ده نزل في عين ايه؟ بتاع اللي حطوا لي في دماغي ده نزل في عين هم انت مصيبة حطوا لي ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بلاك ترى عمرك الدكتور اسنان انت؟ بعد ترى لو ولدنا نحن متوحج من عمره حتى هاي ينية الحضار يا سو صور عمرها. الله اللون يجنن يا علي. انا شعرفت اللون ايه؟ انت دارك براون بني غامج مسد متاكد لا تدوس على كراع الرجال انت. يا سلام. ها صلاح اوكي حلو. رقم واحد رقم اثنين؟ رقم واحد رقم اثنين. الله يا ابو عبد الرحمن شو هاللون اللي جنن. انت اللي شايف ما شاء الله ما شاء الله ذهب ذهب ذهب. الله يستر ان شاء الله.
علي ايه شو اللي ايه ويعي إيه؟ اقول لك تحرى درق طيور درق طيور يا غير محمل ويعتونه محمل يعتونه ها كله ودك علي مبدئيا حلو يقنن مبدئيا ها مبدئيا مبدئيا ايه الله يعلم ها شو الرأي علي في بعد كده امر الله جنن هلا هلا بالمعرس هلا يا سلام يا سلام يا معيريس عين الله تراك ها والعروس وراك ابوي ها يا سلام يا علي ما شاء الله عليك اشوف طاق وجهك اشوف يا سلام تشكر صنقحها روحها فنان علي حلو؟ قول ها تشيرس اوكي؟ اوكي قول له ثانك يو اخوان صلاح قول ثانك يو شكرا اسعد اوقات صلاح يوم يعطيهم البخشيش يلا عط فلوس يلا ثانك يو ثانك يو ايه عطهم ما يسوى عليهم صلاح شو الحين الليل؟ ايه ايش بدنا نسوي؟ داخلين ابوي نهار ظهرنا ليل من هالمول حشي ابوكم بصيركم مطر التايلنديين ما شاء الله راقيين في تركيبهم ديكوراتهم كلها ناعمة شيء فنان فخم ما شاء الله والله ولا يتروع صلاح صلاح طالع ياي اوكي؟ ايه خلي سيارة هاي؟ ها؟ بوش ما بوش بورش اي خلاص مثل سيارة خلاص اللي يبغي يسرقون اكل صلاح حرام عليك صلاح مسكين صلاح اطعني شوية حرام عليك صلاح حرام خلي ياكل حرام صلاح اعطى شوية عط علي شوي حرام عليك ليش ما تعطي علي كذاب وانت توك تدري انه كذاب مليون سنه كذاب حيدون الباحث في المطعم التايلندي اللي خبرتكم عنه سلطه البملو هاي هي سلطه البملو هاي البملو ها البملو هو البوملي هذا هو فنوخة كبار من داخل كل فنوخة أكبر عن شف سبع ساعات اختفن كأنها نص ساعة ولا أدري نابهن لا إله إلا الله شغل الوقت يخطف بسرعة اللي خلينا نظهر الساعة واحد ونص لو هنتين الظهر نتريى من يدن صلينا العصر والظهر جمع وقصر وظهرنا وردتنا مثل الحين ها عشر ونص صحيح رادين صلينا المغرب والعشاء جمع وقصر تأخير يلسنا نعزمنا نظهر نسير وين يسوون المساج حق الريول وما ادري شو يا معنا كلنا ضربة وسرنا انت حطوك ناظر مدرسة من امتى تعينت ناظر انا من 5 سنين ناظر يا ربي يا علي انت لين قبل سنة تقول انت وكيل كم سنة وانت ناظر علي 5 سنين ومن كم سنة اشتغلت مدرس؟ من 30 سنة يعني اشتغلت وانت عمرك 15 سنة؟ لا 19 سكنتي الفندق هذا الانتركونتيننتال يربط الجسر هذا المعلق ها على ما تشوفونه فوق 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 ها 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 سيد خط واحد لين كل هالمولات
اللي في تاي بانكوك كلها يربط فيهن بين منهن هذا الجسر. جسر معلق يشل أمة لا إله إلا الله، لا يمشي عليه سيكل ولا تمشي عليه عربانة ولا سيارة، بس إلا وادم يمشون عليه. هذا ها فندقها، هذا الممر مالها، وهذه برياتها، وحدة طرف كهرباء وطرف عادي. الخطف النشيد ها تروح وتخطف عادة على 30-40 مول، كل مول أكبر عن الثاني. اليوم جلستنا من الصبح من الساعة 2 الظهر لين 10 في الليل لمول واحد، فما تحتد إنك تمشي على الأرض، مشي كلها أبوي معلق فوق ها على هاك الجسر مرة قرب السماء. صلاح الحبيب مبنشر صلوحة تعبان؟ صلاح تعبان؟ صلاح يا ربي هذا كله عرق؟ تعبان انت؟ انت تعبان بخير ادري يمكنك بخير لكن تعبان لو لا؟ لا تعبان والله حقاني يعني ماشي ما بتروح؟ ايه انزين على هوا على الدور هذا ايه قالك وين؟ هذا 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 مرة أركبها في الليل وراغت بالخاطم بعيد كان في عملية أنا ولا شيء ذا خط